ست هدى، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. علي وعليكم صوتك السلام ورحمة واسمعيني الله. من التليفون، وطي التلفزيون لو لو سمحت. تكرمتي. ماشي ماشي ماشي. أنا عندي 70 سنة، الله يديك العمر والصحة. وبعدين ما يعني ما اتجوزتش. ما انا قلت لك وطي فكان التلفزيون، زمان. وطي التلفزيون واسمعيني من التليفون علشان في فرق. ماشي. فزمان كنت حلمت ان انا في واحد يعني بيعاشرني. طيب. وبعدين فكان في شيخ حكيت له الحلم ده، فقال لي ده كده الجن اتجوزك، فهل صحيح السؤال بقى، هل صحيح الجن طيب بيتجوز الإنس؟ شكرا يا حاجة هدى. سؤالك أنا مش هجاوب عليه دلوقتي، أنا مأجله للحلقة الجاية إن شاء الله. هل يتزوج الجن بالإنس؟ لأن القضية كبيرة شوية، محتاجين نفرد لها أمور أكبر من كده شوية. لكن عايز أقول لك إن كلام الشيخ خاطئ، وهثبت لك الحلقة الجاية كلام الشيخ خاطئ إزاي. لو هو شيخ صحيح يبقى خالف القرآن والسنة، وأقول لك الحلقة الجاية إن كان في العمر بقية إزاي هو خالف القرآن والسنة. خلوني بس في عجالة قبل ما أطلع الفاصل هقول لك أصناف الجن. أصناف الجن، الجن أصناف عديدة، منهم من يغوصون في البحار ويستخرجون اللآلئ والجواهر، ومنهم من يطيع ويتمرد، ومنهم من يعصي ولا يعمل، ومنهم من يسجن ويحبس، ومنهم من يعمل في البناء، ومنهم من يطير في الهواء، ومنهم من يسكن البيوت. جبنا الكلام ده كله منين؟ ارجع للقرآن والسنة، وعلشان كده تلاقي في القرآن ربنا بيتكلم على أصنافه وبيقول وآخرين مقرنين في الأصفاد، يعني محبوسون في الأغلال وفي القيود لا يستطيعون أن يفكوا أنفسهم منها. وده عشان يوريك إن الجن ليه إيه؟ لقدرة محدودة. والجن كان بيخاف جدا من سيدنا سليمان، سيدنا سليمان كان يعاقب الجن وكان يثيب الجن، كان ليه ثواب وليه عقاب، وكان إذا نظر إلى واحد منهم بغضب وقال له احترق بأمر الله احترق بأمر الله سبحانه وتعالى. لكن مولد النبي صلى الله عليه وسلم كانت لحظة فارقة في حياة الجن قبل حياة الإنس. إزاي؟ خلينا نروح لفاصل نصلي فيه على سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، وبعدين نرجع نجاوب على السؤال. فتابعونا ولا تفارقونا.